برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تظاهرة حشدة مصرفية مالية اقتصادية في الفينيسيا في إطار المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حضور الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وبمشاركة عربية وزارية وشخصيات دبلوماسية ودينية وعسكرية. كلمة راعي الاحتفال ألقاها ممثله الرئيس فؤاد السنيورة الذي شدد على أهمية ساد، متطلعا إلى مشاركة واسعة من القطاع الخاص العربي في القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية في كانون الثاني المقبل في بيروت. وأنا على ثقة بأن دولة الرئيس سعد الحريري الذي يدعوكم للاطلاع عن كثب على تلك المشاريع وعلى الفرص الاستثمارية الأخرى المدرجة في برنامج الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية الذي قدمه لبنان للمشاركين في مؤتمر سدر، وأنه هو على استعداد شخصي لمتابعة اهتماماتكم بشأن الاستثمار في لبنان والعمل على معالجة وإزالة أي عراقيل قد تطرأ في هذا الإطار. حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أكد في المناسبة أن لبنان سيحقق نمواً بنسبة 2% مع نهاية العام الحالي. الاقتصاد اللبناني مدولر، وقد بلغت دولرة الودائع 70%، وبلغ التبادل الاقتصادي المدولر في لبنان نسبة تفوق 75%. نجحت المصارف اللبنانية بالإبقاء على التدفقات بالعملات الأجنبية نحو قطاعها مدعومة من مصرف لبنان، مما ساهم بالمحافظة على حركة اقتصادية مقبولة لمدى ارتباط النشاط الاقتصادي بتوفر العملات الأجنبية نظراً لدولرة اقتصادنا. الكلمات في المؤتمر شددت على أهمية سدر وعلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وأكد المشاركون الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وانفتاحه العربي، وعلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا لهيكلة وتفعيل القطاع العام.